فجر جديد لمصر، مبادرة بداية جديدة للتنمية البشرية. تعلن هذه المبادرة عن فصل جديد في رحلة مصر نحو التقدم والازدهار. تهدف هذه المبادرة الطموحة إلى الارتقاء بحياة المصريين من خلال التركيز على مجالات رئيسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والشمول المالي. إنها التزامن طويل المدى بتأمين مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. تمثل المبادرة رؤية قوية لمجتمع تتاح فيه للجميع فرصة الازدهار. لا تقتصر هذه المبادرة على تطوير البنية التحتية فحسب، بل تتعلق بالاستثمار في الإمكانات البشرية من خلال التركيز على التعليم والرعاية الصحية والتمكين الاقتصادي. تهدف المبادرة إلى خلق حلقة حميدة من النمو والازدهار. يمهد هذا النهج الشمولي الطريق لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في مصر. البنك المركزي المصري شريك في التقدم. تقدم البنك المركزي المصري كشريك رئيسي في هذه الرحلة التحويلية، وإدراكاً منه بأن التقدم الحقيقي يتطلب نهجاً متعدد الجوانب، فقد تجاوز البنك المركزي دوره التقليدي. يظهر التزامه بمبادرة بداية جديدة للتنمية البشرية تفانيه في تحقيق رفاهية الشعب المصري. لا يقتصر دور البنك المركزي على الدعم المالي فحسب، بل يلعب دوراً نشطاً في صياغة السياسات والاستراتيجيات التي تعزز التنمية البشرية المستدامة. يعكس هذا الموقف الاستباقي فهماً عميقاً للترابط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم الاجتماعي. نحو شفاء الوطن، الرعاية الصحية في المقدمة. تولي مبادرة بداية جديدة الأولوية لصحة ورفاهية جميع المصريين، وإدراكاً منها بأن وجود إسكان أصحاء هو أساس التقدم الوطني، فقد خصصت المبادرة موارد كبيرة لتحسين البنية التحتية والخدمات الصحية. يشمل ذلك تحديث المستشفيات القائمة وبناء مراكز طبية متخصصة جديدة ومعالجة الاحتياجات الصحية الملحة. تتمثل إحدى المجالات الهامة للتركيز في تقليل قوائم انتظار العمليات الطبية الضرورية. تهدف المبادرة إلى تخفيف العبء عن المرضى وضمان حصولهم على العلاجات المنقذة للحياة في الوقت المناسب. يؤكد هذا الالتزام بتوفير الرعاية الصحية للجميع على تفاني المبادرة في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة. خطوة في الوقت المناسب، معالجة قوائم الانتظار وتحديث المستشفيات. لقد أحرزت المبادرة خطوات كبيرة في تقليل قوائم انتظار العمليات الطبية الهامة، مما يتيح للمرضى الحصول على الرعاية التي يحتاجونها في الوقت المناسب من خلال الاستثمار في المعدات الطبية الحديثة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات. يمكن للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة الآن تلقي العلاج بشكل أسرع وأكثر فعالية. لم يؤدي ذلك إلى تحسين النتائج الصحية فحسب، بل أدى أيضاً إلى تخفيف العبء المالي والعاطفي عن كاهل الأسر، مما يعزز من جودة الحياة بشكل عام. تخضع المستشفيات الجامعية في جميع أنحاء مصر لعمليات تجديد وتوسيع واسعة النطاق، مما يعزز من قدرتها على تقديم خدمات طبية متقدمة. تشمل هذه التحسينات غرف عمليات حديثة ووحدات عناية مركزة متخصصة ومرافق تشخيص متقدمة، مما يضمن تقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى. ستؤدي هذه التحسينات إلى رفع مستوى تعليم وبحوث الرعاية الصحية، مما يضع مصر في مكانة رائدة إقليمياً في الابتكار الطبي، ويعزز من قدراتها في مواجهة التحديات الصحية المستقبلية. المعرفة قوة الاستثمار في التعليم من أجل مستقبل أكثر إشراقاً. تدرك مبادرة بداية جديدة للتنمية البشرية أن التعليم هو حجر الزاوية في بناء مجتمع مزدهر. من خلال الاستثمار في التعليم نضمن أن يكون لكل فرد فرصة لتحقيق إمكاناته الكاملة. لا يقتصر الاستثمار في التعليم على بناء المدارس فحسب، بل يتعلق بتزويد الأجيال القادمة بالمعرفة والمهارات وقدرات التفكير النقدي التي يحتاجونها للنجاح في عالم دائم التطور.
التعليم هو المفتاح لفتح الأبواب أمام مستقبل مشرق. تدعم المبادرة نهجاً متعدد الجوانب لإصلاح التعليم، بدءاً من تنمية الطفولة المبكرة ووصولاً إلى التدريب المهني. هذا النهج الشامل يضمن أن كل مرحلة من مراحل التعليم تحظى بالاهتمام اللازم. تركز المبادرة بشكل كبير على التعليم الفني والتدريب المهني. هذه المجالات حيوية لتلبية احتياجات السوق المتغيرة باستمرار. من خلال إنشاء مدارس فنية جديدة وتجهيزها بأحدث التقنيات، نضمن أن يكون للطلاب بيئة تعليمية حديثة ومجهزة. تهدف المبادرة إلى سد فجوة المهارات في سوق العمل. هذا سيساعد في تقليل البطالة وزيادة فرص العمل. سيعمل هذا التركيز على المهارات العملية على تمكين الشباب المصري من الحصول على وظائف ذات رواتب مجازية والمساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد. من خلال هذه الجهود نأمل في بناء مستقبل أفضل للجميع. تمكين الفئات المحرومة. الشمول المالي للجميع. الشمول المالي هو حق أساسي لكل فرد بغض النظر عن مكان إقامته أو وضعه الاقتصادي. تقر مبادرة بداية جديدة بأن الشمول المالي ضروري للتمكين الاقتصادي والتنقل الاجتماعي. من خلال توفير الأدوات المالية يمكن للأفراد تحسين حياتهم بشكل كبير. يفتقر العديد من المصريين وخاصة في المناطق الريفية إلى إمكانية الحصول على الخدمات المالية الأساسية، مما يحد من فرصهم في الإدخار والاستثمار وبناء مستقبل أفضل. هذا النقص في الخدمات المالية يعوق التنمية الاقتصادية. لمعالجة ذلك تشجع المبادرة برامج التثقيف المالي، وتشجع البنوك على تقديم منتجات مالية ميسورة التكلفة. التعليم المالي هو خطوة أولى نحو الشمول المالي. تتمثل إحدى المبادرات الرئيسية في تشجيع البنوك على تقديم حسابات مصرفية بدون رسوم. هذه الحسابات تجعل الخدمات المصرفية في متناول الجميع. يزيل هذا عائقاً كبيراً أمام الأفراد ذوي الدخل المنخفض الذين تم استبعادهم سابقاً من النظام المصرفي الرسمي. الآن يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة. من خلال توفير إمكانية الوصول إلى حسابات التوفير، تمكن المبادرة الأفراد من إدارة أموالهم والتخطيط للمستقبل وكسر حلقة الفقر. هذا يعزز الاستقرار المالي ويخلق فرصاً جديدة. جهد تعاوني الحكومة والقطاع الخاص. تضافر الجهود. تعد مبادرة بداية جديدة للتنمية البشرية شهادة على قوة التعاون. أقامت الحكومة بقيادة البنك المركزي المصري شراكات قوية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ووكالات التنمية الدولية. يستفيد هذا النهج التعاوني من نقاط القوة لدى كل من أصحاب المصلحة، مما يزيد من تأثير المبادرة. تتضح هذه الروح التعاونية في طريقة تصميم المشاريع وتنفيذها. على سبيل المثال، في قطاع الرعاية الصحية تعمل المستشفيات الخاصة جنباً إلى جنب مع المستشفيات الحكومية لتبادل الخبرات والموارد. يضمن هذا وصول فوائد المبادرة إلى جميع شرائح المجتمع. إحداث تغيير في حياة الناس. تأثير المبادرة على المجتمع المصري. على الرغم من أنها لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أن مبادرة بداية جديدة للتنمية البشرية تحدث فرقاً ملموساً في حياة المصريين. يمكن الشعور بالتأثير في مختلف جوانب المجتمع، بدءاً من تحسين النتائج الصحية ووصولاً إلى زيادة فرص الحصول على التعليم والخدمات المالية. تعزز هذه التغييرات الإيجابية الشعور بالأمل والتفاؤل بالمستقبل. يؤدي تركيز المبادرة على الشمول المالي إلى تمكين الأفراد والأسر من السيطرة على رفاههم الاقتصادي. تمكن قروض التمويل متناهي الصغر أصحاب المشاريع الصغيرة من توسيع عملياتهم وخلق فرص عمل وتحفيز الاقتصادات المحلية. تعمل التأثيرات الإيجابية لهذه المبادرات على تغيير المجتمعات من الداخل. إرث للمستقبل. الحفاظ على زخم التنمية البشرية.
لا تعد مبادرة بداية جديدة للتنمية البشرية مجرد التدخل قصير الأجل، بل هي استثمار طويل الأجل في مستقبل مصر. تهدف المبادرة إلى خلق حلقة حميدة من التنمية، حيث يعزز تحسين الرعاية الصحية